السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل ألب صالون الدجاج أو صالون الدجاج أو إدام دجاج بالخضار بهذه الطريقة، طريقة لذيذة وطعم لا ينشبع منه أبدا. عندي هنا نص حبة من الدجاج مقطع ومغسل، وحطيته على مصفى علشان يروح الماء، وعندي هنا حبة بطاطس وسط وحبتين كوسة حبتين جزر حبة كبيرة من الباذنجان مقطعين أصابع بهذا الشكل، وعندي هنا حبة من البصل، وعندي 5 فصوص من الثوم، وعندي ربع حزمة من الكزبرة وثلاثة قرون من الفلفل الأخضر. هذه المكونات الأساسية. بعد كذا عندي الخضار، ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود. البهارات المشكلة بحط لكم رابط تركيبها إن شاء الله بصندوق الوصف. بعد كذا عندي هنا بقاع القدر 4 ملاعق كبيرة من الزيت أو 5 ملاعق، أحط عليهم البصل وأشوحهم حتى يتغير لون البصل شوي، مهم جدا إنه يتغير لون البصل. بعد كذا بضيف عليهم الثوم وأشوح الثوم مع البصل حتى تطلع النكهة اللذيذة وتتسبك الكشنة مع نكهة الثوم. هنا بعد ما أضيف الثوم وأحركه شوي بضيف البهارات، مهم جدا إنه البهارات نفس الشيء تتسبك مع الثوم والبصل. بضيف معجون الفلفل الحلو، يا جماعة الفلفل الحلو هذا أو معجون الفلفل لا غنى عنه بالطبخات، لمن يعرف معجون الفلفل الحلو وقد استخدمه. أنا أجيب الفلفل وأجيبه فلفل ناشف طبعا، وأنقعه بمدافع، وبعد كذا أصفيه من الماء وأعصره بالخلاط، أفضل من معجون الطماطم بألف مرة، لا غنى عنه أبدا، ويجيب طعم لذيذ جدا. إن شاء الله بحط لكم مقطع منفصل لطريقة تحضير معجون الفلفل وحفظه بالثلاجة لفترة طويلة، راح تستغنوا عن شيء اسمه معجون طماطم للأبد. وهنا أضفت الدجاج والفلفل، قلبتهم شوي. يجب أن نشوح الدجاج مع الكشنة حتى تتسبك، وبعد ما تتسبك الدجاج مع الكشنة بنضيف عليهم أوراق الكزبرة، فالكزبرة تعطي طعم لذيذ جدا مع هذا الإدام. هنا بعد تقريبا مرور 7 دقائق من تقليبها مع الكشنة أضفت الكزبرة الخضراء، بقلبهم تقليبة سريعة قبل لا أضيف الخضار. ما يحتاج إن الدجاج يستوي أول وبعد كذا ننزل الخضار بالتدريج الجزر وبعد كذا، لا بنضيف الخضار كلها مع الدجاج ونضيف الماء ونتركها على نار صغيرة تتسبك، وراح كل شيء يستوي مع بعض. أهم شيء إن الدجاج ما يكون حجمه أكثر من 1000، يفضل إنه يكون من 1000 جرام ونازل علشان يستوي مع الخضار بسهولة. الباذنجان يفضل انكم تقطعوه قبل وضع الخضار علشان ما يسمر، لانه معروف ان الباذنجان يتغير لونه اذا تقطع وظل فترة قصيرة، على طول يتغير لونه، بس الافضل انه يتقطع ونحطه على طول. هنا بعد ما قلبت الدجاج والخضار والكشن كلها مع بعض تداخلت مع الخضار، بضيف تقريبا 1 كوب من الماء، ممكن تضيفوا 1.5 كوب 2 اكواب حسب رغبتكم. اذا تحبوا الادام يكون فيه شوي ماء او يكون ناشف، هذا الشيء حسب الرغبة. انا هنا تقريبا حطيت 1 كوب. الحين بتركه يتسبك 40 دقيقة على نار تكون صغيرة. بالبداية برفع له النار شوي اول ما يبدأ ينضج كذا، بعد كذا بقصر النار على الاخير تكون هادئة جدا، وبغطيه القدر وبأتركه يطبخ. ممكن تضعوه بقدر الضغط وتكون النار صغيرة، راح ياخذ تقريبا 20 دقيقة بقدر الضغط. هنا ما شاء الله شوفوا صار جاهز وتسبك وصار طعمه لذيذ جدا وريحته جدا شهية.
الطعم لا يوصف، أتمنى تجربوها بهذه الطريقة، وخاصة معجون الفلفل الحلو، وهذا سيد الطبخة. أتمنى تدعموا القناة حتى نستمر معكم. لكم كل الحب والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.